يعني في البداية أنا لا أملك إلا أن أسجل خالص الشكر والتقدير لهذه الدعوة الكريمة، ويمكن حتى توقيتها جاء في وقت مناسب، في وقت مر في البلد بظروف أنا أعتقد بكل المقاييس هي ظروف كالعادية، مر في بظروف لم يعد الحديث عن الفساد يمكن أن يتهم في أي مواطن لما يتحدث عنه، لكن في ظروف المسؤولين في الدولة اعترفوا بهذا الفساد، رئيس الوزراء المكلف يدعو المواطنين. لذلك أنا الحقيقة يعني دون الدخول بالتفاصيل، مع كل تقديري لمحاور الندوة، لابد من أن نتوقف قليلاً حتى يمكن أن نتبين، يمكن أن نصل إلى نتيجة. هل الفساد بتقديره مجرد سؤال أنا أطرح، هل الفساد هو سبب ما يجي، هو سبب من الأسباب، أو الفساد نتيجة لمسلك معين في الدولة، لمسلك معين للسلطان، لمسلك معين للحكومات المتعاقبة؟ وحتى ما نترك لأنفسنا، أنا شخصيا لا أترك لنفسي مثلا الحق بأن أذهب يمين أو يسار، لا، نعود إلى التاريخ، نعود إلى من يوم ما صدر الدستور الكويتي، ونرى حقيقة مسلك السلطة وحقيقة مسلك العقوبات للحكومات المتعاقبة، ونشوف شو اللي صار. تقديري أنا أعتقد المشكلة الأساسية في الكويت أن ولادة الدستور أو مجيء الدستور أو إصدار الدستور ما كان يمثل موافقة إجماعية عند بعض الأطراف في الكويت، بالذات بعض الأطراف النافذة. الظروف اللي مرت في الكويت كانت مواتية، كانت مناسبة للمواطنين الكويتيين للشعب الكويتي. لما أتكلم عن الظروف أنا أتكلم أولاً عن ذاك اليوم الموجود على سدة الحكومة، الشيخ عبد الله سالم الله يرحمه، وهو شخص كان مؤمن حقيقة في حق الناس والمشاركة، وما كان هذا الكلام ما نقوله فقط لأن أصدر القانون رقم 1 لسنة 62 فيما يتعلق في الحكم في فترة الانتقال، ولا لأن أيضا دعا إلى انتخابات المجلس التأسيسي لوضعه الدستور، لكن هو كان قبل ذلك أيضا موقفه، شعوره، إيمانه بأن الناس هم أصحاب الأرض، بأن الناس هم أصحاب الحق، كان واضح من المرسوم اللي تم تداوله. أنا نشرته قبل كم يوم أيضا مرة ثانية، اللي حول في كل الممتلكات، كل الثروة اللي كانت مسجلة باسمه حولها بمرسوم إلى الشعب الكويتي. في بالإضافة إلى ذلك، لأن ما نشرت لكن أيضا هذا موجود يعني بالوثائق الكويتية، الرسالة اللي وجهها ذاك اليوم، هذا الكلام في 55 مو الكلام في 62، اللي وجهها حق مدير المالية، مو هو وجهها الديوان الأمير، وجهها في ذاك اليوم، واللي يقولون لمدير المالية أن هذه الثقة اللي يمنحها الشيخ عبد الله السالم عليك بتقول هذه كل أملاك، كل ما هو مسجل باسمه هي أملاك، هي ملك الشعب الكويتي. نفس الشيخ عبد الله السالم الله أيضا الله يرحمه حتى أن يعطى الإنسان حقه، كان واضح حتى من اليوم الأول الاجتماع المجلس التأسيسي، القانون رقم 1 لسنة 62 هو الخاص ب فترة الحكم خلافة، يعني فترة الحكم في الفترة الانتقالية للحكم، أعطى للأعضاء المنتخبين اللي كانوا 20 واحد وللوزراء المعينين أيا كان عددهم، لكن يومها كان عددهم 11 واحد كلهم من أسر الحاكم، كلهم مشهور، ثلاثة منهم المجلس التأسيسي، أعطاهم كل الحق. أعطى للوزراء المعينين ما أعطى للأعضاء المنتخبين من حقوق، وفرض عليهم أيضا ما فرض على الأعضاء من واجبات. لكن
عشان تبين حقيقة توجه الشيخ عبد الله السالم مرحمة حقيقة نفسه. هذول لما حضروا في أول جلسة للمجلس التأسيسي في 20 ديسمبر 1962 أعلنوا قالوا حنا وإن كان لنا الحق الممنوحة وفقا للقانون رقم 162 للأعضاء وعلينا نفس الواجبات، إلا أننا رغبة في أن نترك وضع الدستور الكويتي لأعضاء المنتخبين قررنا الامتناع عنه. إذا هذا إيمان. هل هذا استمر في عهد لاحق في وقت لاحق؟ أيضا لا يترك الواحد نفس الحق بأنه يستنتج. لكن نعود للوقائع. الشيخ عبد الله السالم الله يرحمه توفي في 24 نوفمبر 65. في 7 ديسمبر 65 استقال ثمانية من أعضاء المجلس، أول مجلس هم في الكويت استقالوا. والأسباب اللي بنقلها أنا ما راح أنقلها من الاستقالة اللي قدمت، لكن أنقلها كما ورد في أيضا تحليل لعدد المرات اللي حصل فيها في الكويت انتخابات تكميلية انشرتها وكالة الأنباء الكويتية كونه، وأعتقد كان تاريخها 2014. لما استقالوا السبب اللي قالوا بسبب صدور قوانين مقيدة للحريات في ذاك الوقت. الآن هذه كانت أول سنة، هذا أول مجلس. لما أوتيت الفرصة لم تتردد الحكومة في ذاك الوقت في أن تصدر قوانين وجدها الأعضاء اللي كانوا موجودين مقيدة للحريات استقالوا. ما كان يفصلنا يعني ما كان يفصل تلك الفترة 7 ديسمبر 65 عن موعد الانتخابات الفصل التشريعي التالي 67 إلا سنة وشهرين أو أقل من شهرين بعد. انتخابات الفصل التشريعي الثاني أجريت في 25 يناير سنة 67. في هذه الانتخابات على وجه التحديد، لأن الدستور الكويتي كان واضح أنه نتيجة توافق، كان واضح أنه في هناك توجه بين يصبح هذا الدستور، خلنا نقول تصبح الأوضاع في الكويت، يصبح النظام البرلماني في الكويت نظام برلماني كامل، لكن هذا أمر ما تم التوافق عليه. لذلك جاء نص المادة 56 بالشكل اللي موجود حاليا حتى الآن. لكن هذا ما منع من الناس اللي وضعوا الدستور في ذاك اليوم انهم ايضا يريدون نص في صلب الدستور. قالوا فقط في الخمس سنوات الاولى لا يمكن ان يعدل الدستور، بعد ذلك يمكن ان يعدل. اذا امكانيه تعديل او امكانيه خلينا نقول اقتراح تنقيح الدستور كانت تقع في السنه او بعد السنه الاولى من فصل التشريع الثاني، لكن وفقا لاحكام الدستور هذا التنقيح لا يمكن أن يقع إلا بالتقاء إدارتين، إلا بموافقة مجلس الأمة بأغلبية ثلثين على الأقل، وبموافقة سمو الأمير رئيس الدولة، وإلا ما يمكن أن يعدل. إذن في ضمان أن الدستور لا يمكن أن يعدل إذا لم يعني يلقى هذا التنقيح المقترح اللي يمكن أن يقترح من أعضاء مجلس الأمة إذا لم يلقى موافقة سمو الأمير، وهذا الحق حق مطلق. ومع ذلك طبيعي كان أمر مطروح، هذه حقيقة كان مطروح بين مرشحين أو عدد من المرشحين في انتخابات سنة 1967 أنه بعد مرور السنة يعني استكمال السنوات الخمس يفترض أن ايضا ينظر في امكانيه تقديم مقترحات تتعلق بتنفيذ مزيد من الحريات. مثل ما قلت قبل قليل هذا ما يمكن ان يجري اذا لم تتحقق اراده الطرفين. ومع ذلك وعلى الرغم من هذه يعني هذا القيد المطلق
بالدستور الكويتي، لا يمكن أن تعدل الدستور بالاتفاق الإيرية إلا بالاتفاق الإيرتي. وقع في الكويت في 25 يناير 67. أنا أتعمد أقول هذه الأمور حتى لا يترك الإنسان نفسه الحق بين يعني يأتي باجتهادات. هذه وقائع. لما أجريت الانتخابات في 25 يناير سنة 67 هو الفصل التشريعي الثاني، 7 من اللي أعلن نجاحهم، يعني مو فقط اللي ترشحوا خلينا نقول ما نجحوا، لا 7 من الأعضاء اللي أعلن نجاحهم أعلنوا استقالتهم ولم يحضروا مجلس الأمة. بحجة أن الانتخابات كانت مزورة. إذا الفساد سبب لعدم الإيمان أساسا باستمرار الحياة الدستورية، باستمرار الحياة النيابية، باستمرار الحياة البرلمانية. بعد ما استقالوا 7 دون شك هناك بيانات صدرت من العديد هي من المرشحين حول التزوير اللي قالوا فيه 7 من الأعضاء اللي بعد إعلان نجاحهم استقال. كان واضح أنه بعد هذا الإجراء بعد التزوير بشكلنا يعني فينا من أنا من الناس اللي عصرنا هذا الأمر. التزوير كان يمكن أن يقال عنه بكل المقاييس تزوير غبي. هذا الأمر استمر لكن ما كانت في هناك مواقف معلنة، لكن كانت في مواقف متخذة. كان في نوع من الجفاء الاجتماعي احتجاجا على اللي حصل، احتجاجا على هذا الأمر، احتجاجا على التزوير. واستمرت هذه الأمور. يمكن في الكويت في تلك الفترة، في فترة الفصل التشريع الثاني بين قوسين المزور، صدر أنا أعتقد بيان وكان يعتبر بيان تاريخي في الكويت بين 25 حزيران سنة 70، اللي تحدث الحقيقة عن العديد من المثالب من العيوب من التجاوزات اللي الناس كانت تتكلم فيها واللي معارضة ذلك اليوم بين قوسين كانت تتكلم فيها أيضا. وبعد هذا البيان صدر ايضا امرين قانونين. طيب البيان تضمن العديد من الامور، منها مثلا كلام عن الجنسيه، كان بعض القضايا، كلام عن كيفيه استغلال الوظيفه الى اخره. لكن خلال نفس الفتره صدر قانونين، واحد منهم انا اعتقد يمكن ظل مغيب غير منفذ وهو اللي نعاني منه حاليا. قانون اول شيء قانون 34 سنه 70 هذا متعلق بالجنسيه اللي فرض قوبات جديده ما كانت موجوده في القانون باضافه المادتين 21 مكرر الف 21 مكرر باء. القانون الثاني السيء هو قانون رقم 31 سنه 70، قانون بين قوسين اللي يسمى بقانون امن الدوله، امن الدوله الداخلي والخارجي. وهذا القانون ترى صدر وظل ما نفذ يمكن الا في السنوات الاخيره. شفنا العديد من القضايا اللي قاعده تصدر حاليا هو بسبب هذا القانون. لكن ايضا الواحد يسجل جوانب ايجابيه. ردود الفعل الشعبيه تجاه التزوير ادى الى ان السلطه تلتزم في انتخابات 71 في الفصل التشريعي الثالث. ما كان في تزوير، لكن ما في شك اليوم الناس الموجودين في الساحه السياسيه، الناس اللي خلينا نقول اللي اشتغلوا واتباعهم، كان في رايين. رأي يقول بضرورة استمرار المقاطعة واستمرار عدم المشاركة ما دامت القضية متروكة للسلطة ومتروكة للحكومة بين تزور الانتخابات وتعب، ورأي آخر رأي المشاركة. مجلس 71 هو الفصل التشريعي الثالث وجريت انتخاباته، كانت انتخاباته أيضا أمانة كانت بالفعل ما فيها تدخل. مجلس 71 ايضا تصدى لوحده من اهم القضايا في الكويت وهي قضيه تأميم النفط
وانا على الاقل من الناس اللي عاصرت في ذاك الوقت تابعت من ذلك. كنت حاضر ما هذا ما كنت عضو. كلنا ندرك المنصف يدرك ذاك اليوم شلون استطاعت القله الموجوده من المعارضه في مجلس الامه انها تفرض رايها فيما يتعلق في تأمين النفط الكويتي. وفي يمكن مناظره كانت شهيره في الكويت في تلك الفتره بين وزير الماليه في ذلك الوقت وبين الاخ عدنان النيباري الله يشافيهم الاثنين كلهم يعني. حول مشروع التأمين. وانا اعتقد ذيك اليوم للاسف انا حاولت اني اذكر شايفهم متابعها حاولت اني اجد نهايه تسجيل مال الجهه التحليليه. لكن اللي اتذكره منها كانت مناظره رائعه انتهت انا اعتقد بما يمكن الاجماع بان الحجج اللي ساقها الاخ عبد الله النيباري في ذاك اليوم ادت الى النتيجه اللي تم التوصل اليها بعد ذلك في مجلس الامه. فصل تشريعي واحد يعني بفصل التشريعي الاول اللي هو 71. في الفصل التشريعي الرابع لمجلس 75 انا اذكر كنت انا عضو فيه. انا اذكر لما صارت الجلسه الختاميه في 20/7 سنه 76 كلمه اللي ألقيت نيابة عن الحكومة ألقاها نائب رئيس الوزراء في ذاك اليوم نائب عن الحكومة كان يثني على طبيعة التعاون بين المجلسين الحكومة والمجلس. بدون شك أتمنى أن هذا يستمر. هذا الكلام كان في 20/7/76 في فترة بين قوسين إذا أردنا نحددها الفترة هذه 40 يوم فترة انفاس امرأة 40 يوم تقريبا 29/8 والمجلس في إجازة 1976 أجري تم أول حل لمجلس الأمة في الكويت والحل هذا بدون شك أمر متاح تم بأمر أميري وما هو أمر أميري بحال مجلس الأمة عنوانه 86 أمر أميري بحال مجلس الأمة أمر أميري بتنقيح الدستور في الأسباب اللي وضعت قيل هذا الكلام إنه بعد مرور 14 سنة على الدستور تبين الناس اللي كذا عملوا مصالحهم الشخصية كلام الحياة طويل وأنه مستغل الدستور وأن الأمر يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تشكيل لجنة للنظر في تنقيح الدستور. بعد مرور 14 سنة ال 14 سنة منها 4 سنوات فصل تشريعي كامل ما نحل خلال المجلس مجلس استقالوا منه 8 مجلس مزور. المجلس الاول استقالوا منه 8 الثاني استقالوا 7 67 7 المجلس الاول 8 تتكلم عن 7 أو 8 سنوات اللي فيها المجلس وفيها خلينا نقول المجلس مجلس 71 ايضا في انجاز تم هو من اهم الانجازات اللي تمت اللي هو انجاز متعلق ب تأمين من النفط الكويتي. إذا ضمن هذه الرؤية أنا أشعر أن الفساد هو نتيجة لعدم الرغبة بوجود الدستور لعدم الرغبة بالمشاركة الشعبية لمحاولة إلقاء الدستور أو تعديله أو تحويل المجلس إلى مجلس شاري وهذا أيضا مرة ثانية ما هي اجتهاد امر ما امر اجتهاد بعد تعطيل الحياه النيابيه وتعليق مواد الدستور او بعض مواد الدستور وللعلم المواد اللي علقت في 29/8/76 هي نفس المواد اللي علقت في 3/7 سنه 86
الأمر الأميري الأول لسنة 76 أمر أميري بتنقيح الدستور نص على أنه يعني تشكل لجنة النظر في تنقيح الدستور، لكن هذه اللجنة ما شكلت من 76 إلى سنة 80 لما رأوا أن أو فكروا بالعودة. وأنا أعتقد سنة 80 نتذكر سنة 80 يعني بعد ثورة الخميني شعروا أن الأوضاع في المنطقة قد يكون، وإذا تكلموا عن شكل اللجنة في قضية تشكيل اللجنة هي الواحد يعني اللي عاصر أمر من واجب أن يقول الحقيقة. تشكيل اللجنة في ذلك اليوم كانت الآراء تجاهها متفاوتة، تأييد أو رفض. أنا حقيقة أستطيع أن أسجل من هالمكان، سجلت أكثر مرة قبل، على الرغم من رأيي، وعلى الرغم من رأيي أنا قلت لبعض إخواني اتصل فيني على بعد أنا مشاركة، لكن الحقيقة يجب أن تسجل. أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل الأعضاء اللي كانوا في اللجنة، لكن أستطيع أن أتحدث على الأقل عن ثلاثة من الأعضاء اللي كنت ألتقي معهم بشكل مستمر وأسجل لهم، بأن موقفهم في لجنة تنقيح الدستور، في لجنة النظر بتنقيح الدستور، موقف كان مؤثر إلى أبعد الحدود. موقف رفض العديد من التعديلات اللي تقدمت فيها الحكومة لتحويل مجلس الأمة إلى سلطة استشارية، وبالعكس يمكن أوردوا تعديلات بالذات على المادة 71 يمكن أقوى من النص الموجود حاليا في الدستور. لذلك نجد لما اللجنة قدمت تقريرها للحكومة، الحكومة طبيعي لما صدر الأمر الأميري بتنقيح الدستور كانوا قايلين أن نتيجة أعمال اللجنة اللي أشار لها الأمر الأميري ستعرض إما على مجلس الأمة أو على الاستفتاء. أيضا هذه حقيقة يجب أن نسجل أن الإخوان الثلاثة اللي أنا أتكلم عنهم كان لهم موقف واضح فيما يتعلق بالاستفتاء، وقالوا الاستفتاء ما في نص عليه بالدستور، وبالتالي لا يمكن أن يكون في هناك استفتاء إذا ما بقى لمجلس الأمة. مجلس الأمة الحكومة لما تقدمت بمقترحات التقريح في مجلس 81 لكن قدمت سنة 82 لم تقدم المقترحات اللي انتهت لها اللجنة، لأن مو هذه المقترحات اللي أرادتها، تقدمت مقترحات أخرى بعد شك مهيئة الأجواء. نقدر اليوم انه ملوا غيروا الدوائر من 10 دوائر الى 25 دائره، رتبوها بشكل تحقق الاغلبيه، ولما عرضت مقترحات التنقيح على مجلس الامه، انا اتكلم عن فتره انا كنت فيها عضو في هنا الرئيس 87، لما عرضت المقترحات اللي وافق على مشروع التنقيح من هذه المبدأ 37 عضو، هي أغلبية ما هي قليلة، لكن لا تصل إلى أغلبية الثلثين اللي يحتاجها الموافقة على مقترحات التنقيح. لكن هنا يجب أن نسجل موقف الحقيقة اللي فينا عاصر ذيك الفترة يتذكر حقيقة موقف الشعب الكويتي بكل فئاته بكل توجهاته، وأهم من ذلك وفوق ذلك ومع ذلك أيضا موقف مؤسسات المجتمع المدني شلون كان لها دور ضاغط، دور أدى إلى أن العديد من الناس من الأعضاء اللي وافقوا على مقترحات التنقيح من حيث المبدأ هم تحركوا واقترحوا على الحكومة بأن تسحب مقترحات التنقيح، لأن قالوا ما راح نكون معاكم، وسحبت مقترحات التنقيح. لم تستمر يعني الحكومة حصلت على 37 صوت، كانت فقط بحاجة إلى 7 وفقا لعدد أعضاء المجلس ذاك اليوم، لأن ما كان في غير وزير واحد، وبالتالي 65 يحتاجون 44، ما كانوا ضامنين صنع 7 آخر، وبالتالي سحبت المقترحات. إذن إحنا نعيش
في هالأجواء لما تكون في مثل هالأوضاع، الحكومة لما تأتي وتحاول أن تمرر مثل هذه الأمور أو أن تغفر الحياة النيابية، هي بحاجة لمشكلة ناس تساندها أيضا. وهؤلاء الناس هاللي قاعد يشوف حاليا، شوف وصل الأمر إلى وين، صار يحتاجون أيضا إلى دعم، وصار يحتاجون إلى عودة للمجلس، وصار يحتاجون إلى أن يسهل لهم عملية كل اللعب في القوانين، وبالذات عملية التزوير غير تزوير 67، عملية التزوير تحصل بعض الأطراف بتأييد السلطة لما تجرى انتخابات في أي دائرة انتخابية، ويأتي أي واحد من المرشحين أو عدد من المرشحين في هذه الدائرة وينقل له عدد يمكن كافي لإنجاحه، إذا هذا ما جاي يمثل هذه الدائرة، هذا جاي يمثل الناس اللي نقلهم من دوائر مختلفة، وكذلك العكس في كل الدوائر الثانية. إذا نحن بكل أسف عشنا هذه الأجواء. بعد 76 يعني لما صار 87 ترى 81 استمر، يعني بعد 75 اللي انحل 81 استمر، سحبوا تقرير الدستور اللي قدموه، 85 جاء في ظروف انا لا اذكر انه كان في ظروف غير عاديه. صحيح مجلس مارس دوره الرقابي، كانت في استجوابات لعدد من الوزراء، كان في اجتماع لعدد من المستجوبين حكى في تنسيق هذا الامر، ثم بعد ذلك يعني بعد اقل من سنه ونص من انتخابات مجلس الامه سنه 85، واذا بالامر الامير يصدر بحل مجلس الامه في 3/7 سنه 86، بس هالمره الحل امر اميري بحل مجلس الامه مو بتنقيح الدستور، ما في اشاره للامر اللي صدر، ما في اي اشاره لتنقيح الدستور، ولم تحدد فتره زمنيه ايضا معينه. لكن بعد الحل استمر الحقيقة مجموعة من النواب، ترى ما كان أمانة حتى الواحد يعني يسجل الحق لأصحابه، نشاطنا صحيح نشاط النواب اللي كانوا موجودين في ذاك اليوم يمكن 31 نائب، أحيانا يصيرون 30 نائب، نشاطهم عام متواصل، اجتماعاتهم أسبوعية متواصلة، لكن ايضا نشاط مقيد، لان بعد حل مجلس سنه 86 فرقت رقابه لم تكن مفروضه في 75 على الصحف، وبالتالي كل الصحف صار عندهم مراقبين. كانت اجتماعات مستمره، ما كنا قد بدانا حتى بما يسمى مثلا اليوم بدواوين الاثنين، ليش؟ شلون صغرت اساسا؟ أنا أذكر يعني هذا كلام أيضا قلت بس حتى الواحد يسجل الفضل لأصحابه. أنا أذكر كنت مرة بزيارة ديوانية وفيها مجموعة من الحضور، مجموعة من الجو الطيبة هذه، مجموعة من الحضور، مجموعة من الشباب، فواحد يسأل يقول محمد ندري تجتمعون وتسوون لكن تقولون أنا ما لنا دور ما نقدر نسوي شيء. والله ما أدري يعني هو اقترح قال محمد خلينا نسوي مثل الدول الثانية، شو نسوي الدول الثانية؟ شو يقول نسوي عريضة. حسنا بذات لهذا الكلام نقلت الاخوان في اجتماعنا التالي النواب يعني اجتمعوا ثلاثه من الاخوان في لجنه الصياغه سووا العريضه من سطر ونص، سطر ونص بالضبط. نحن موقعين عدنان طالب بعوده حياه نيابيه عوده العمل بالدستور. احنا كنا يعني نبي زين اذا حصلنا 1250 توقيع يعني من كل دائره 50 نائب 50 موقع اصلي زي مواطن. الفرق ايضا مره ثانيه في نشاط جمعياتنا في الان ذاك اليوم والمؤسسات المجتمع المدني، بس شعروا اتحاد الطلبه واتحاد العمال ذاك اليوم بان في تحرك اتصلوا فينا كلموني ويو قالوا تسمحوا لنا نسمح لك تفضلوا. خلال اسبوع كل واحد جايب له 5000 توقيع. اذا هذا كانت رسالة، وهذه كانت رسالة واضحة بين للسلطة حقيقة تمسك الناس بالنظام السوري على الرغم من انه في هناك شعور ان الامر يعني
مو المجالس كلها المتعاقبة كانت تؤدي ما يطبخ ما مفروض منها. دينا لما جمعت التواقية صارت مجموعة 45 حاولنا نوصل الرسائل للديوان الأميري ما قبلوها. ترى أول اجتماع صار لدواوين الاثنين اللي هو مثل باكر يعني إنه يوم 3/12 باكر 4/12 في 4/12 89 ما كان ترى أنا بسوي شيء ما كنا بنسوي شيء كنا بنبلغ الناس ما عندنا ذيك اليوم مسائل ثانية بنبلغ الناس في اجتماع كان الاجتماع في ديوانية الله يرحمه الأخ ياسر القطامي بنقول لهم والله يا جماعة ترى عرايضكم اللي توقعت ما قبلت انتهت العملية. لما صارت المواجهة جو الرجال الأمن وصارت المواجهة أجلناها مرة ثانية استمرت صارت دواوين الاثنين دواوين الاثنين استمرت من 4/12/89 إلى 20 يناير 90 شناير مو بالديوانية شناير اللي صاحب السمو الله يرحمه الشيخ جابر طيب الله ثراه يعني ألقى الخطاب وقال الأمور ما تتم يعني ما تتم بالمواجهة الأمور تتم بالحوار وعلى طول كنا مجتمعين في الديوانية عندي وقبلوا جماعة الحوار لكن قلنا عندنا ديوانية واحدة باجية كانت الديوانية اللي كانت عند الأخ الله يرحمه عباس منور كان تاريخ 22 يناير أيضا سنة 90 طبيعي كان في رأيين رأي نحن نستمر ورأي لكن في نهاية التصويت أدى إلى أن تكون هذه آخر ديوانية. لما صار الحوار وشك الحوار صار شمل كل فئات المجتمع انتهى حوارنا والله الناس تبي مجلس وطني احنا دعينا ذاك اليوم المقاطعة في قطاعات كبيرة من الشعب الكويتي دعت للمقاطعة ونشرنا بيانات عن رصدنا للانتخابات اللي صارت في المجلس الوطني وكانت نسبة دنية جدا بعض الدوائر ما قدرنا نوصلها لان منعوا المندوبين اللي كانوا يروحون عندنا للدوائر هذه فالمشكلة بعدين صار المجلس الوطني بشهر 4 مرت كم شهر علينا وقع الاحتلال انا اعتقد يعني بعد وقوع الاحتلال في 2/8 افترض ان كل اللي كان في بال السلطه ينتهي لما وقع الاحتلال في 2/8 وما صار في الدوله خلاص لا نظام سياسي ولا نظام عسكري ولا نظام اداري بقى طرف واحد بقى جهه واحده بقى الشعب الكويتي موقف الشعب الكويتي ادى الى انا اعتقد الى استقراب المجتمع الدولي معقوله في شعب الشكل ما يطلع منه واحد تعاون معه لكن الرد عليهم نعم معقوله لان الناس تؤمن ببيعتها في بيعة بالدستور مع نظام الحكم في الكويت وبغض النظر عن وجود موجودين ولا لا ستبقى هذه البيعة مستمرة. لذلك اللي بيعرف حقيقة موقف الشعب الكويتي في أيام الاحتلال مع كل الأطروحات اللي تطرح حاليا خلي يشوف شيء واحد أو يشوف أمرين أو يشوف ثلاثة خلي يجيب قائمة شهداء ما اسمي جهه معينه، تعال شوف الاسماء، خليط من كل الشعب الكويتي. ناس التحمت صارت في بوتقه واحده صارت تشعر هي انها تدافع عن ارض وانها بدون وطن ما لها قيمه. صارت تتمسك ايضا بنظام حكم هذا مثل ما قلت العالم مستغرب هذا ما يحصل. الامر الثاني خلي يشوفون اللي إلى الآن بعضهم ما نعرف مصائرهم. تعال شوف كشوف الأسرى. أسماء لما تلقاها وأحيانا المجموعة ياخذونهم مع بعض. أسماء من كل شرائح المجتمع الكويتي. ومع ذلك لما صار في يعني بعض الآراء اللي طرحت في المجتمع الدولي استعجلوا او خلينا نقول دعوا الى المؤتمر الشعبي، صحيح الفكره كانت مطروحه من شهر 8 انا الكلام شاهد عليه من شهر 8 سنه 1990 يعني بعد احتلال باسابيع اسبوع او اسبوعين
لكن ما بدا التحرك الفعلي الا بعد نشك الاراء اللي طرحت بعضها في مجلس في جميع العامة المتحدة وغيرها. وشهادة ايضا. انا اعتقد انسان عاصر الفترة ديك حضر المؤتمر يدرك شلون وضعت الكلمات، الكلمات الخالدة الثلاث اللي ألقاها سمو الأمير راح الله يرحمه الشيخ جابر اللحمي طيب الله ثراه، اللي ألقاها سمو الشيخ سعد عبد الله الله يرحمه طيب ثراه، واللي ألقاها الإمام عبد العزيز الصقر الله يرحمه طيب ثراه. الكلمات الثلاث أجمعت على حقيقة دور الشعب الكويتي. بل إن في كلمة الإمام عبد العزيز الصقر قال يمكن كلمة الشيخ سعد الله يرحمه قال وهل جزاء الإحسان إحسانه، كلمة الشعب الكويتي. الإمام عبد العزيز الصقر قال في نهايته أن لعل حتى الموقف الدولي بسبب هذا الموقف، موقف الناس في الكويت وفي الخارج. وما ذلك كان في هناك يعني لما تشكلت جدا السياقة لصياقة قرارات المؤتمر ما كانت الأمور أيضا يعني الأمر احتاج إلى أن يكون في إصرار وفي دعوة واضحة إلى أن نوضع القرار رقم 20 من قرارات المؤتمر الشعبي. القرار رقم 20 هو اللي يدعو بشكل صريح وواضح أنه بعد تحرير الكويت بإذن الله الكويت تعود للعمل بدستور 1962، ومع ذلك بعد التحرير دعي المجلس الوطني. الآن هل نستمر في اجترار هذا الوضع؟ لا، لكن هل ننكر أيضا مثل ما كانوا ينكرون قبل فترة في أطراف الكويت أطراف فاسدة رموز فساد لأنها تريد أن تغطي على فسادها تنكر وجود الفساد؟ لكن سبحان الله تطورت الأوضاع بشكل متسارع. أولا بعد الاجتماع اللي صار في ساحة الإرادة في 6/11، وبعدين دون شك في البيانات المتبادلة. احنا نتكلم عن الفساد مو مواطن عادي مو انسان عادي، سواء عن البلاغ اللي قدم من النائب الاول رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع او البيانات المتبادله اللي بين نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، النائب الاول رئيس الوزراء وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه. انا ما اتكلم عن الحاله اللي قبلهم، الحاله اللي قبلهم كانت حاله بين ايضا بلاغ مقدم من احمد الفهد، صحيح كان خارج الحكومه لكنه من ذريه مبارك، ضد اطراف ثانيه بين ناصر محمد ايضا من ذريه مبارك. لكن انا اذكر لما ناقشنا هذه الامور لا ناخذ ما عمرنا اخذنا الامر كما يطرح، وبنفس الوقت لا يمكن تجاهل هذه الامور ايضا. يعني لما تجيك اطراف من السلطه من الاسره يقولون في فساد يقولون في امور لا يمكن ان تاخذ كل شيء على علاته. لذلك في ذاك الوقت احنا اقترحنا ان هذه الامور يفترض ان التحقيق فيها ايضا يكون في تحقيق دولي. ليش؟ لان في اطراف دوليه. وانا اتصور الامر ايضا الان الان في بيان واحد قدم، في كلام الان عن بيانات اخرى، في 3 بيانات ستقدم. من هذه البيانات دون شك في كلام عن يورو فايتر، ورد اوردوا بعض الاسماء لكن ايضا اوردوا في الوقت ذاته ان فلان وفلان حطوا اسماء، لكن ايضا اوردوا واطراف اخرى يتكلمون في البيانات اللي توزعت، البيانات اللي انتشرت على الواتساب أن العمولة في هذه 2 مليار و200 مليون. نأخذ هذا كله باعتباره صحيح؟ لا، لكن تجاهله أيضا لا. لما تطرح أمور بهالنوع من أطراف من هذه يجب أن تحاول أن تصل فيها إلى حقيقتها. صحيح هذه البيانات الثانية ما قدمت، يقال أنها تقدم خلال الأيام، خلال 3 أو 4 أيام.
أيضا مثل ما ذكرت يعني الغريب في الأمر أنه حجم الفساد، إحنا ما نتكلم هنا عن فساد مالي، عن فساد إداري، عن لكن اللي اتضح مو الآن بعد التحرير مباشرة في قضيتين، والقضيتين ترى ما تم تحريركم من قبل الناس، قضيتين كانت قضايا ساخنة في الكويت، واحدة كانت الأشهر وإن لم تكن الأكبر، الأشهر كانت سرقة الناقلات بس ما هي الأكبر، حجمها كان يقولون ذيك اليوم بحدود، يقولون اللي يقدروا يرصدونه اللي يقدروا يحصرونه بحدود 200 مليون 200 شوية مليون، بس كانت الأشهر. القضية الأكبر كانت قضية الاستثمارات اللي فيها 5 مليار، أكثر من 5 مليار 500 مليون تقريبا، واللي صدرت فيها أحكام واللي بعد ما انتهت يعني إلى الآن. إذن هذه قضايا لا يمكن تجاهلها، لما يقضى أي واحد في الوقت الحاضر أي أطراف تحاول أن تنفي وجود مثل هذا الفساد، ويريدون يرمون على الناس، الناس يعني وايد يبالغون، مو الآن مو الناس اللي قاعدة تقول الآن، هذه الحقائق وخلنا نقول هذه الادعاءات أو خلنا نقول هذه التهم توجه من قبل جهات رسمية في الكويت، ثم يصل الأمر إلى أنه رئيس الوزراء المستقيل لما قبل بالتكليف وبعدين اعتذر، كان اعتذاره أنه والله هو يريد أن يبرر رسالته، هذا يكون كلام صحيح يعني سليم، لكن في النهاية وصلت الأمور إلى هذا الحد. بصل النقطة يعني طيب، هل مهمتنا فقط أن نتحدث عن الفساد ولا نجد حله ولا نتكلم عن حلول؟ لا، أنا أعتقد الحديث عن الفساد دون الحديث عن الحلول يصبح نوع من اللغو. طيب ما هي الحلول؟ شنو الحلول اللي نعتقدها يعني؟ أنا ما أريد أقول شيء من عندي، لكني أريد أتبع الكلام اللي قاله رئيس الوزراء المكلف صباح الخالد. أول شيء عشان لا يعتبر صباح الخالد يعني نحن قاعدين نحطه بوضع متميز، لا، صباح الخالد كان عضو في الحكومة وعضو في الفترة اللي صدرت فيها أسوأ القوانين، هو عضو في الحكومة بعد ما أبطل مجلس 2012، وفي مجلس 2013، لأن مجلس ديسمبر 2012 ما استمر فترة طويلة، لكن في مجلس 2013 خلاله صدرت أسوأ القوانين على الإطلاق، أسوأ القوانين فيما يتعلق في الحريات العامة، وأسوأ القوانين فيما يتعلق أيضا في إلقاء الحماية اللي كانت موجودة لأملاك الدولة ولثروات الدولة أيضا. ويمكن بعض اللي خلاهم يتخذون هذا الإجراء اللي هو بعض ما وقع خلال الفترة اللي سبقت، يعني بعد ما وقع بتنفيذ القوانين اللي يقع. وأنا أذكر في مجلس 2012 لما أجريت انتخابات، وحتى قبل ما تجرى انتخابات الرئاسة في مجلس الأمة، كانت في اليوم مو هيئة الشراكة، كانت الهيئة اللي كانت قبلها، لما طرحوا مشروع الزور الشمالية، أنا وضعت تغريدة بالتفصيل، أنا وضعتها لسبب، لأن القانون 39 سنة 2010 خاص بمحطات الطاقة أنا على صياغته، هذا إجراء باطل،
المهم استمروا كابروا وضعوا إجراءات مخالفة للقانون، ولما بعدين وجدوا أنفسهم بعد إبطال المجلس في سنة 2012 في سنة 60 في شهر 6 في 20/6/2012 اضطروا بعدين قبل إجراء انتخابات ديسمبر 2012 أنهم يعدلون القانون، وإن كان هذا التعديل سيء لأن نسوا أن القوانين لما يصدرونها ما لم ينص على أثرها الرجع حتى تغطي الإجراءات السابقة هي تعتبر نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها أو من تاريخ بعد شهر من نشرها. هذا الوضع اللي احنا نعيشه. يبقى الآن بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء المكلف هو يتكلم عن الفساد ويدعو الشعب الكويتي ان اللي عنده شيء يمعودين دعوة، يقول يروح لنزاهة. انا اقول له انا على الاقل واحد من الناس لا اسجل اي انسان الا لما يكلف هو يتحمل مسؤولية ما دونشك مع حكومة سابقة في الحكومة اللي كان فيها كل المخالفات اللي صارت وكل القوانين السيئة اللي صدرت، قوانين المغيدة للحريات وقوانين بكل أسف اللي بثت في حقوق الناس وبثت أيضا في أملاك الدولة. لكن أما وقد كلفت الآن كرئيس وزراء ودعيت الناس أن اللي عنده شيء يروح للنزاهة وتكشف الفساد، وأنا ما أريد أقول هذا الأمر شلون يصير، لكن أنا أقول الدعوة توجه لك أنت يا رئيس الوزراء. هل يمكن إيقاف الفساد؟ أنا أقول نعم يمكن إيقافه. أول أمر أن الأمر اللي يجب أن ندركه، هذا كلام أنا ترى قايله من زمان يعني. وفقا لأحكام الدستور الكويتي أقوى شخص في الكويت يمنح الدستور سلطة هو رئيس الوزراء أو الوزراء حكومة يعني، وفقا للمادة 123 من الدستور يهيمن على كل مصالح الدولة. هذه الهيمنة تفرض عليك مسؤولية، وأنا أتكلم أيضا مسؤولية ما هي مسؤولية أنا أشهد فيها. يعني الواحد لما يجي ويقرأ الدستور الكويتي يكبر في الناس اللي كانوا في ذاك اليوم وضع الدستور. المادة 115 من الدستور تتكلم عن تشكيل لجنة شكاوي في مجلس الأمة اللي يكون لها الحق في أن تنظر في أي شكوى مقدمة من أي إنسان يعتقد أنه ظلم ويعتقد أنه لا. هذه اللجنة الوحيدة في مجلس الأمة على الإطلاق ماكو غيرها اللي نصت اللائحة الداخلية على حقها لوحدها، ما في لجنة في مجلس الأمة تملك أن تعد مشروع قانون أو اقتراح قانون هذا الحق يتمتع في عضو وتمتع في حكومة إلا لجنة الشكاوى. لكن المشرع الدستوري في ذاك الوقت أدرك أن إذا كانت كل هالأمور اللي بتعرض على اللجنة مع مجموعة من الأعضاء فقد هاي تستقل، لذلك جاء في الفقرة الأخيرة من هذه المادة، وأنا أعتقد سبب هي أس البلاء في الكويت. أنا عدم تنفيذها أس البلاء. ها الفقرة الأخيرة بعد ما حطت حق الناس وتشكيل لجنة، ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية. أنا أتحداك يا رئيس الوزراء عدم تنفيذك لهذا الأمر، أنت تتحمل مسؤوليته وتستحق المساءلة عليه، لذلك أتحداك أن تقوم بتنفيذها. نفذ أنه لا يمكن لأحد، نعم عضو مجلس الأمة الحق إذا كان هو له مصلحة هو يراجع وفقا للقانون، بس ما هو من حقه أبدا يراجع أي إنسان. ليش؟ لأن في الفترة الأخيرة أنا سامع أكثر من طرف يفتخرون، وهذا أمر حقنا أن نفتخر فيه،
يفتخرون بالدستور الكويتي، ان دولة الكويت هي دولة دستورية، دولة القانون. نعم صحيح، وهذا كلام انا قلته في واحدة من حملات الانتخابية، لما شعب الكويت ان دبي الحاضر، دبي الحاضر والكويت الماضي، ودبي الحاضر وقطر المستقبل. أنا الكلام هذا نقلته لأكثر من طرف في السلطة، وجعلته شعار لحملة الانتخابية، قلت الكويت الحاضر، الكويت الماضي، والكويت الحاضر، والكويت المستقبل. قلت ليش؟ يعني مو مجرد أماني، قلت ليش؟ جبت سيرة إن شلون كنا في شلون كنا مثل أيام الاحتلال لما تحول إلى دولة عزمالي، وتكلمت على الرغم من كل ملاحظاتنا على قوانيننا، لكن النهاية احنا دولة قانون، انه بما في ذلك رئيس الدولة بامكانك ان تقاضي، لكن لا تستطيع ان تقاضي رئيس الدولة مباشرة. قانون توارث الإمارة النص على ان اي مقاضاة تكون لوكيل يعينه رئيس، يعينه سمو الامير يعني. وهذه يمكن الحالة الرابعة اللي يمكن الامير يمارس سلطاته بامر اميري ان يعين وكيلا، هذا هو في قانون توارث الإمارة. وقلت الكويت يعني الكويت الماضي، الكويت الحاضر، والكويت المستقبل. لكن هذا كله لا يمكن يصير إلا بإدارة حسنة. لو في إدارة حسنة، والآن أنا أقول أمام رئيس الوزراء، إذا عجزت عن تنفيذ هذه الجزئية وتملك أنت تملكها ومسؤوليتك تسويها، ما هو مطلوب شيء، قرار يصدر لكل وزرائك، ترى هذا سواه العلم، هذا الإجراء سواه جزئيا، إذا ماني غلطان كان في انتخابات 2008، كلفوا ثامر جابر الأحمد، وكان وكيل مساعد في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وقالوا في خلال فترة الانتخابات ما نبي أبدا أي واسطات تكون، لكن ما استمروا الأيام قليلة، أعلن ثامر جابر الأحمد استقالته، لأن الحكومة اللي كلفت بهذا الأمر يعني ما قال أبطل. أنا هذا الكلام سجلته له، وأنا ما كنت أعرفه، ما كنت أعرف شكله، لكن سجلته في مقر الانتخابي، قلت يجب أن تسجل لك هذا الموقف اللي الحكومة قدرت عليه. جابر خالد وزير الخارجية، خالد الصبح، أنا خالد الحمد، أنا أقول لك أنت الآن مسؤول، قرار يصدر منك من الحكومة دي شكل ما تشكل الآن، ما أقدر أسوي شيء الآن، حكومة ثانية، الحكومة اللي تدير البلد في فترة انتقالة، ما تستصرف العجم من الأمور، ما أقدر أسوي شيء، لكن يوم ما تقسم، يوم ما تنتهي هذا القرار يصدر، وشوف البلد شلون تمشي. ها في نفس الوقت لكل وزرائك ايضا بدون استثناء، ما تسمح لهم بانهم يستقبلون اي واسطه، لكن بنفس الوقت اذا جتك اي شكوى من اي انسان، من اي مواطن كويتي، تعال حاسب المسؤول اللي عندك، الوزير وغيره. هل هذا ممكن يصير؟ اللي بيتفائل يقول والله يمكن يصير، لكن أنا أيضا ما تعودت أني أخادع نفسي. أنا الحقيقة من قراءة لبعض ما ينشر، طبيعي ما في شيء رسمي، لكن من قراءة لبعض الأسماء اللي تنشر واللي يصير عليها واللي صاير عليها تأكيد بعضهم أن هذول جايين وزراء، أنا عن بعض هؤلاء بدون أدنى تردد أقول عنهم مثل ما قلت لما كنا في الحراك، وقلت عندنا مدسين وعندنا سماسرة، هذول بعض الأسماء المطروحة كلكية، دجالين، غير صادقين، وصوليين. شو أنا أتوقع أنت بتصلح بلد من خلال هاي؟ بقوسين هذه الأسماء لم تعلن رسميا،
لكن أنا ما أستطيع أن أتجاهل أسماء تداولها، ولا أحد أنكر إنه والله هذه ما هي خلنا نقول وادة بالتشكيلة، بعضها ما أقول كل، أنا أقول بعض هذه الأسماء يعني لها تشير إلى أن ما يدعو لرئيس الوزراء صباح الخالد ما أعتقد أنه راح ينفذ، ومع ذلك نتمنى أن يقوم بتنفيذه. يبقى أنا أعتقد تساؤل لابد من نطرحه أيضا. أنا أتصور ما فينا أحد يمكن يتجاهل متابعة ما حصل في الأيام الأخيرة من أطراف عدة وفي مواقع مختلفة، وهي تصرفات مستهجنة ومستنكرة وسيئة ومتعمدة ومقصودة، متعمدة ومقصودة. يريدون يعملون بعض هذه الأطراف، يقومون بأعمال خطأ، يقومون بأعمال يعتقدونها ما يدركونها ما تصير، لكن يريدون يوصلوا رسالة هذه الأعمال إذا سواها أي واحد غيرنا يحاسب، إحنا ما نحاسب. إحنا نقول لهم هذا كلام ما يصير، هذا شعب الكويت لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يعتبر أي إنسان نفسه فوق الكويت، الكويت فوق الجميع، والكويت أكبر من الجميع. وبالتالي هذه التصرفات الصبيانية السيئة المسيئة للكويت لا يمكن نسيانها أو تجاهلها، ولا يمكن أن يقال عن من قام فيها ومن أطراف عدة في مواقع مختلفة أن هذول أحسن، هذول أساءوا التصرف، وأساءوا التصرف بشكل متعمد، وأساءوا التصرف يوصلون لمن حواليهم ترى حنا أصحاب النفوذ الكويت، نقول لهم ما أنتم أصحاب النفوذ، لازم تعرفون الدستور الكويتي محدد، الدستور الكويتي هو اللي بين موقف الشعب منه في 2/8 وما ترى ذلك إلى أن تم تحرير الكويت. المادة 4، الكويت إمارة وراثية في درية مبارك الصباح ونقطة، ماكو أطراف ثانية. والكويت أيضا الشعب الكويت أيضا اللي بايع الدرية، درية مبارك، الشعب الكويتي نصت المادة 6 من دستور الكويت على أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة. وترى هذا الكلام عشان بس يعني ما أطول عليكم أختم، هذا الكلام ما ورد في الدستور لغو، هذا الكلام يساند أو تساند نصوص وردت في أحكام الدستور، وبالذات المادة 66 من الدستور. مجلس الأمة يستطيع أن يصدر، ولما أتكلم عن مجلس الأمة يعني القانون يقترح واحد، عضو واحد يقابل الحكومة كلها لما تقترح، غير العضو في لجنة واحدة أيضا، لجنة الشكاوى اللي تكلمنا عنها. وهذا القانون متى ما أقر، أي قانون متى ما أقر وتخطى أي عقبات دستورية تكون في طريقة، يعني عقبات دستورية هي أن عقد الحكومة غير موافقة، تكون غير موافقة على القانون تعيده، المجلس يستطيع أن يتخطى هذه العقبة الدستورية إما بالموافقة عليه بأغلبية الثلثين في دور الإنعقادات، أو بأغلبية الأعضاء اللي تكون منهم مجلس الأمة في أي دور الإنعقاد. فجناحين للديمقراطية للكويت، الجناح الأول أن الكويت إمارة وراثية في درية مبارك الصباح، ماكو غيرهم، واللي يريدون يوصلون رسائل أخرى مختلفة عن ذلك لازم يدركون حقيقة أحجامهم. وبنفس الوقت الكويت، الشعب الكويتي اللي بين حقيقة إيمانه بالديمقراطية، حقيقة إيمانه تمسكه بالدستور، وحقيقة التزامه بيعته أيضا،
نظام الحكم الكويت ديمقراطي السيادة فيه هم مصدر سلطة الجميع. أنا هي يعني ما أريد أني أطول على عليكم في هذه، لكن أيضاً أستاذ نضيف لها فيما بعد، لكن فقط التأكيد على الرسالة المؤكدة لرئيس الوزراء. أنت لا تطالب الناس بأن يذهبون إلى نزاهة، ابدأ أنت وعندك الكثير من القضايا الآن اللي سبق أن أثيرت، ما فقط النزاهة في بعض الأمور، لا يكفي أنك تسأل النزاهة في بعض القضايا اللي فيها أطراف دولية، تحتاج أيضا أن تكلف مؤسسات دولية. هذا كلام قلناه مرة بين قوسين الأقليمية لما كانت موجودة، قلناه في قضية التحويلات، في قضية الإيداعات وبالذات التحويلات، قلنا وقلنا يفترض استعان مؤسسات دولية، لأن أيضا المؤسسات الدولية صارت تتابع، ويمكن حتى المجتمع الدولي، البنك الدولي، الأمم المتحدة والإنتربول. لما ازدادت قضايا الفساد، لما أقول ازدادت قضايا الفساد، لما نشرت بعض قضايا الفساد الكبرى المتعلقة ببعض رؤساء الدول، هذه شكل تقارير نشرت، تقارير دولية نشرت، شرع مرة عن أكثر عشر رؤساء دول بالفساد، أمر محسن مؤسف يعني، أنه أول رئيس دولة، أكبر رئيس دولة، يعني رقم واحد في الفساد رئيس دولة إسلامية، أكبر دولة إسلامية، سهارة الرئيس إدريسة، كان يقولون أن حجم الأموال المنهوبة بين 15 إلى 35 مليار. ثاني واحد أيضا من آسيا، أنا أقول عن ثالث واحد لأنه يعني كان زار الكويت، ولو كان رئيس دولة زار الكويت فتوفي، اللي بايق بين 4.5 إلى 5 مليار. رئيس زعير اللي صارت بعدين جمهورية الكونغو الديمقراطية، اللي اسمه موبوتو سيسيكو كوكو نجابندو وزابنجا، حاضر هذا اسمه وأنا قاعد معاه لما زار الكويت. هذول يعني بعد ما اكثرت هالأمور، الأمم المتحدة والبنك الدولي صارت عندهم مبادرة وصارت تستعين فيها الدول، مبادرة مختصرة بالإنجليزي ستار STAR، تستعين فيها الدول لاسترداد هالشكل، مبادرة استرداد الأموال المنهوبة. فلذلك في القضايا اللي تدخل فيها دول ثانية لا يكفي فقط تعطيها نزاهة، مع كل تقديرنا لكل الأطراف الكويتية، لا، لكن هذه تحتاج إلى تحقيقات دولية، تحتاج إلى أن تستعين أنت في المبادرة اللي فيها البنك الدولي، فيها الأمم المتحدة، وفيها أيضا الإنتربول. فلذلك مواجهة الفساد ممكنة، انتهاء الفساد في الكويت ممكن، يحتاج إلى شيء واحد، يحتاج إلى إدارة صالحة، والإدارة الصالحة في الكويت طرف واحد، جهة واحدة، هي الحكومة. حكومة صالحة بلد تصلح، حكومة مو صالحة البلد تستمر إلى أسوأ ما كانت عليه أو ما هي عليه الآن. شكرا لك.